تتابع الإدارة العامة للدفاع المدني جهودها في أعمال التعقيم والتطهير الاحترازي للمنشآت والمرافق في أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تدريب المتطوعين وإعدادهم للمشاركة الفعالة لمجابهة فيروس كورونا. تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بجهود مجتمعية كبيرة وبدرجة عالية من الجاهزية والاحترافية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال أعمال التعقيم والتطهير الاحترازي للمنشآت والمواقع الحيوية في مختلف المحافظات وسط ارتفاع غير مسبوق في عدد الحالات القائمة. تم فتح مراكز إضافية لتدريب المتطوعين في جميع محافظات مملكة البحرين. طبعا هذه القرارية علشان احنا نكون مستعدين لاستقبال عدد أكبر من المتطوعين ويتم تدريبهم بشكل أسرع. طبعا في محاضرة التطهير الاحترازي فيه جانب نظري والجانب العملي. طبعا في الجانب النظري نتكلم عن كيفية الخلطة المصرحة من وزارة الصحة، التعرف على الملابس الوقائية والمرش اللي احنا نستخدمه في عملية التطهير الاحترازي، ومن ثم ننتقل إلى الجانب العملي، نطلع مع المتطوعين في الميدان ونعلمهم على كيفية اللباس الوقائية لعمليات التطهير الاحترازي وكيفية استخدام المرشات واستخدامها في عمليات التطهير أيضا، ومن ثم نعلمهم كيفية خلع الملابس الوقائية من الكمام، من الغفاز، من الليفل سي سوت، وكيفية التخلص منها بالشكل السليم بعد الانتهاء من عمليات التطهير. تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني جهودها في عمليات التطهير الاحترازية في العديد من المباني والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى المرافق العامة في جميع محافظات مملكة البحرين. تقريبا وصل عدد عمليات التطهير الاحترازية لحد اليوم من بداية الأزمة فوق 300 ألف عملية تطهير احترازية. في الفترة الأخيرة وبالتحديد من بعد ما تم فتح المساجد بناء على توجيهات سيدي جلالة الملك الله يحافظه، وضعت الإدارة العامة للدفاع المدني خطة بالتنسيق مع الإخوان في الأوقاف السنية والجعفرية على تطهير جميع المساجد والجوامع في جميع محافظات مملكة البحرين. اتي هذه الخطوة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا بين المصلين. بالتأكيد الدور الأكبر يكون على جميع المواطنين والمقيمين من خلال تنفيذهم لجميع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الإرشادات والتعليمات اللي تصدر من قبل الفريق الوطني الطبي لمواجهة فيروس كورونا. في الأخير نتمنى السلامة للجميع ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين بفيروس كورونا، وبإذن الله راح تعدي مملكة البحرين هذه الأزمة بتكاتف الجميع. وبالتوازي مع جهود الإدارة العامة للدفاع المدني يأتي دافع الولاء والانتماء للوطن الذي جسد المسؤولية الوطنية في أروع صورها من خلال الإقبال بكثافة على منصة التطوع. هي أكبر استفادة هي خدمة الوطن، وأكبر استفادة تعلمنا شلون نخرط في مجال الخدمة الوطنية والميدانية، وشلون تكون سبيل التعقيم في جميع مرافق البحرين. والحمد لله استفدنا استفادة أكبر من انخرطنا في هالمجال. أشكر الدفاع المدني لأن علمونا وخلونا نستفيد وايد أشياء في طريقة الاحترازات والتعقيم، وهي أقل شيء أنا أقدر أقدمه حق الوطن والبحرين تستاهل. حبيت أشكر وزارة الداخلية والدفاع المدني على الجهود المبذولة، ما قصروا اختارونا معاهم في التعقيم وعلمونا كيفية التعقيم وكيفية اختيار الأماكن والاحترازات، والبحرين تستاهل. يمثل العمل التطوعي أحد ركائز العمل الأمني القائم على مبدأ الشراكة المجتمعية الداعم لفرق الدفاع المدني للقيام بعملها وتأدية رسالتها النبيلة في حماية الأرواح والممتلكات وتأمين السلامة العامة للجميع.